لكنه موضوع مهاجم الاهلي بالتحديد، لانه يمكن كنت اول الناس او من اوائل الناس اللي اثروه يعني، وقصه انه هيجيبوا مهاجم مش هيجيبوا مهاجم، فانا قلت كلام وهكرره عشان بس تبقى القصه واضحه تاني وفي الاعاده تبقى الافاده. مستر مارسيل كولر له مواصفات معينه في التعاقد مع اللاعبين، انا عايز اللاعب الفلاني ومش عايز اللاعب الفلاني. في اداره تعاقدات موجوده في النادي الاهلي بيرأسها شخص رائع اسمه امير توفيق، دور انه يدور ويبحث. جاب عزيز يعقوبه وكان الناس مرحبه جدا جدا بيه، جه الكشف الطبي حظ سيء عمليات وخافوا شويه لانه خلاص ما ينفعش فمش. جه على الصفقات المحليه خالد عبد الفتاح جماهير الاهلي طايره بيه، مروان عطيه جماهير الاهلي طايره بيه، طيب الحمد لله صفقتين ناجحتين. برونو سافيو بدايته كانت كويسه جدا مع النادي الاهلي، اتهز شويه لكن طالما لعيب كويس يبقى هيرجع تاني، مفيش فيها مشكله. تيجي بقى على القصه الدايره دلوقتي. اللي قلته امبارح هكرره لك. موليكا الراجل مصمم انه يجي النادي الاهلي، المبلغ المالي صعب جدا فخلاص خلصت خالص. موليكا خلصت خالص يا جماعه. سوزا الولد كان مرحب وتمام وتم الاتفاق معاه وخلصت كل حاجة ومية مية وخلاص والاهلي هيعلن. جه في الاخر جه ده طلع لنا وكيل لاعبين او طلع لهم وكيل لاعبين بمعنى ادق يعني، قال انا عايز كذا، والولد قال انا عايز $20,000 في الشهر مقابل السكن والسيارة خاصة، سكن السيارة فيش فيها مشكلة يعني. فتوقفت. اللي بيعمله الاهلي دلوقتي رشح اسماء جديدة لمستر مارسيل كولر مستنيين موافقة الراجل. هل هيقتنع باسماء جديده ولا لا؟ هو ده السؤال. هو حتى هذه اللحظه انا بكلمك، انا لا بشيله الليله ولا بقول لك الراجل مسؤول، هو عنده مواصفات معينه. يعني مثلا خد معلومه ولو انها معروفه بس افكرك بيها، يعني مصطفى شلبي الاهلي خلص وتمام ومش عارف ايه وكان امبي الاول والفلوس والحدوته، ثم الاهلي وصل الى اتفاق مع نادي امبي. لما جه مستر مارسيل كولر قال لك لا، يعني كل الاحترام طبعا لمصطفى ولعيب هايل وكل حاجه، قال لك لا مش ده اللي انا عايزه او مش ده اللي هيخدم خطتي. مثلا زياد طارق اللي الناس كلها بتشيد بيه ولعيب موهوب وقصته حدوته، قال لك مش هيتمرن. محمد محمود قال لك مش هيتمرن. هو عنده رؤيه معينه، وهو في موضوع الملعب ده هو ليه افكاره اللي ما حدش يقدر يتدخل معاه فيه. ادي قصه المهاجم. فالآلي ما زال يحاول في قصة سوزا، وطرح اسم ثالث النهاردة. إذا مستر كولر وافق عليه بيجاهدوا، بس خلاص أصبح صعب يلحق بكأس العالم للأندية. طرح اسم، اتعرض اسم، فتجددت الآمال الضعيفة في ضم مهاجم في حالة موافقة مستر كولر على اسم غير سوزا، لأنه خلاص موليكا بره، خلاص الموضوع انتهى. أنا الحقيقة اللي أنا مستغرب له واللي انا كتبته واللي انا قلته وهقوله، انا مش مصدق انه مشجع للنادي الاهلي يطلع يقوم جاي عامل حمله على فريق خد عندك واصل نهائي الكاس، خد عندك متصدر الدوري، خد عندك فايز على منافسه التقليدي لسه من كام يوم هزيمه قاسيه 3-0، خد عندك متاهل لافريقيا اطاح بالاتحاد المنستيري التونسي تاني الدوري في تونس ذهابا وايابا، خد عندك اقوى هجوم، خد عندك اقوى دفاع، وبعدين تبدا تلاقي حمله كلها هجوم على رمز كبير محترم زي كابتن محمود الخطيب، لا هنا توقف، هنا توقف وتستنى في ايه؟ ده مش طبيعي. وبالنسبه لي مش طبيعي. هتقول لي اصل انتوا بتشيلوا كولر وبتشيلوا، ما حدش قال كده ولا حد يقدر يقول كده، بس انا بسرد لك واقع، بقول لك الموقف عامل ازاي. واكيد مستر كولر هيطلع في يوم من الايام في حوار في اي جهه إن كانت هيقول هذا الكلام اللي انا بقوله لحضرتك ده. لكن انت تطلع تهاجم الاداره وتصب هجومك على رئيس النادي كابتن محمود الخطيب، عجيبه شويه. يعني مثلا لو انت نتائجك متدهوره، لو انت الدنيا عندك ملخبطه، ده شريف دخل بقى ضمن الهدافين 5 اهداف وهداف الدوري حتى هذه اللحظه 8 اهداف، يعني الدنيا بدات تمشي، انت بتجيب اكتر اجوان، انت ماشي بشكل جيد جدا جدا. كهربا لما لعب ربنا اكرمه كرم ما بعده كرم، وسجل وصنع في سموحه وسجل في الزمالك والدنيا ماشيه معاه 100 فل و14 ومسافر كاس العالم للانديه. الله، طب كل ده وحضرتك تطلع تهاجم؟ وهجوم ايه بقى؟ بشكل يعني منظم ممنهج
ما تقوليش ابدا انك راجل بتحب النادي ده، مستحيل. هنا ده اللي انا مش هقدر، ما اقدرش يعني اصدقه او اتخيله او اهضمه. واضحه، كلام واضح جدا يعني. حاجه عجيبه جدا، امر عجيب جدا. طب وايه المطلوب يا عم؟ انا بكلمكش على اللعبات التانيه اللي الاهلي ظبط الدنيا في الفولي وفي الباسكت وحتى في كره اليد بالمدرب العالمي ديفيد ديفيز، وفي الفولي بنات رغم ان مشي خمسه من افضل لاعباته، وفي الباسكت بنات وفي الطايره وفي كل اللعبات يعني، وحتى في الجمباز وحتى في الكاراتيه وحتى في السباحه وحتى في العاب القوه وحاجات كتيره جدا يعني، وحتى على المستوى الانشائي يا اخي ده عامل صرح عظيم جدا في التجمع. يعني الدنيا ماشيه بشكل ممتاز ممتاز، وانت جاي عشان صفقه جت او ما جاتش مولع الدنيا، عمرك ما تكون بتشجع النادي؟ مستحيل مستحيل، والله العظيم لو السماء انطبقت في الارض ما صدق. امرك مكان مش طبيعي شويه. صحيح بداوا بقى دلوقتي الدنيا وتتغير وهاشتاج وادعم وخلي وسوي، لكن احنا مش هنفضل اسرى للسوشيال ميديا. انا واحد بالتحديد الحمد لله انا عندي اكتر من 5 مليون على الفيسبوك، وداخل 4.5 مليون على تويتر وعلى انستجرام وعلى التيك توك والحاجات دي كلها، وبتعامل معاها لانها واقع، لكن مش هي اللي هتسوقني ابدا. اذا ما كنتش انت او انا او اي حد على مقعد القياده، لازم هتعمل حادثه، لازم الدنيا هتقلب بيك. خليك انت اللي سايق طول الوقت، اوعى حد يسوقك، خدها كده في حياتك، اوعى حد يسوقك، انت اللي تفضل سايق، انت اللي ماسك مقعد القياده، انت اللي ماسك الدركسيون. زي ما انت قاعد على مقعد القياده انت اللي ماسك الدركسيون، انت اللي تروح يمين وتروح شمال وتطلع قدام وترجع ورا وتقف وتبص وتشوف، وهنا مطب تعديه وهنا مش عارف ايه وهنا حاجه سد تخش من ناحيه تانية، طبيعي جدا يعني، وتشوف اخطائك وتعلم منها. لكن كل شويه واحد يقول لك اتعاقد مع فلان، مشي فلان، قعد فلان، لا ما يمشيش. ومعايا انا بالتحديد الحقيقه ما يمشيش يعني. اي حد بيوصل بقى معايا لاي حاجه، خد راحتك يا حبيبي خالص. اللي بيشيد الف مليون شكر، اللي بينتقد على راسي من فوق، اللي بيتطاول ما يلزمنيش.